هنعمل ايه بقى؟ طبعا طرق السلق بتاعه الكرومب او اختيار الكرومب، طبعا محمد كتر الف خير ربنا يديله الصحه جاب لنا الكرومبه دي من الارض، يعني هو جابها اتقطعت وجاب وعملنا منها واحده وواحده تانية هنقطعها مع حضراتكم. ورقها بصوا معظمه جميل وابيض وجميل ازاي، شايفين الورق من جوه الـ تتكلم عن نفسها حقيقي والله، بسم الله ما شاء الله الخير كله في يعني الاراضي الزراعيه. الكرومب ده ليه بجد شهرة حول العالم كله حقيقي، لدرجة ان هو اصله من اوروبا مش هتصدقوا، حقيقي ليه شعبية هناك قوية جدا. قارة اسيا هي اكتر القارات اللي فيها بيتزرع الكرومب، وبعدها قارة اوروبا تخيلوا. فاكتر خمس دول بتنتج الكرومب ده الصين والهند وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية، دول أهم خمس دول. فشوفوا هو بسم الله ما شاء الله أساسا الكرومب روعة. طبعا في كرومب السلطة بيستخدم كتير بس ده طعمه روعة، حتى لو استخدمته في السلطة مسكر سبحان الله. الكرومب بتاع الشتاء مختلف تماما، عشان كده أنا بقول لحضراتكم بصوا بقى أنا هعمل إيه. هاخد كده الكرومبة دي، هي الطرق تختلف، يعني أنا مثلا ندى حبيبتي وهي قاعدة بتكلمني بتقول لي إيه شايف إيه ده إحنا هنسلق الكرومب على بعضها، يعني مش هنسلق ورقه ورقه. قلت لها والله يا نودي احنا هنجرب النهارده طريقه جديده كده من كتاب طبخ قديم. قالت لي بجد؟ قلت لها اه. قلت لها هنجرب كده مع بعض. فاحنا بنشيل الايه الجزء ده طبعا، ايه طبعا في ناس تحب تحافظ على الوزه اللي جوه، على فكره الوزه اللي جوه عارفينها اللي هي بتبقى القلب بتاع الكرومبه اللي حضراتكم بتشوفوه ده بيتحشي، يعني القلب ده بيتحشي وبيبقى تمام اهو بصوا تبقى كده. انا عن نفسي بحب الوزه اللي جوه دي جدا، لازم تتحشي ورقه ورقه وتبقى كده وزه محطوطه في يسموها الوزه، مش عارفه هو ليها مصطلح تاني، لو اصدقائنا كلمونا دلوقتي يقولوا لنا. الميه دي ميه بتغلي، حطيت فيها كمون حب اهو، كمون حب. ليه ما حطيتش التاني؟ عشان ما يمررش، ودي بتمنع الغازات شويه والانتفاخات وبتخلي ريحه الورق بتاع الكرومب حلو. تعالوا بس نحطها كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزلها بالورد بسم الله. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم كده داخل الورق، تاخد بس موقعها وهتلاقوا الدنيا بقت اجمل بكتير، ولو الميه زياده هنقصها عادي. بصوا لا هو ده كان ما ينفع برضو بس انا بنجزكم. ايوه وماله، احسن ناس احسن ناس، ربنا يبارك فيكم جميعا. اهو تنفع تحطوا ورقه ورقه، طبعا الورق ده ما بيترميش بيتسلق عادي. بصوا بس انا عايزه اوطي النار هنا، هم عاملينها لي دبل. الورقه بقى لما بتستوي بصوا انا هنا عامله الاخضر، الاخضر ده ما بسيبهوش، في ناس بتحبه بيتحشي. بصوا الورقه نظيفه ازاي وجميله من جوه، بصوا طبعا لازم نغسله الاول، هي مغسوله ومشطوفه عشان كده شويه تحسوها طريت. بصوا الورق، بنيجي بقى الورق بتاعنا، بصوا تتشال الورقه بورقتها اهي، بتبقى الكرومبايه كلها موجوده وكلها بتتسلق في نفس الوقت، ورقه ورقه بتطلع بسهوله جدا، فبتسهل على ست البيت. ممكن بقى في الحاله دي ازود انا شويه ميه كده اهي، ميه سخنه بس خلاص. فدي طريقه تانية لسلق الكرومب، ورقات الكرومب بشكل جميل. وطبعا العناقيد بتاعه الكرومب دي او عروق الكرومب دي بتتخلل، في ناس بتحبها قوي، فاحنا برضو هناخد منها العروق دي وهنعملها مع بعض. بصوا كده شايفين شايفين الورقه اهو، تطلع ورقه ورقه زي ما انت شايف. هو بيقول لي هي شيف ما بتتعملش ورقه ورقه؟ قلت لهم ده اسهل، يعني اسهل شويه. معانا حنين. حنان اهلا وسهلا. الو عامله ايه؟ كيف عارفينه؟ اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، اهلا وسهلا. ايه والله عملتي جميله قوي والله. يا رب سعيد قلبك يا حبيبتي، اسلميلي يا رب. والله واكلاتك جميله قوي. يا رب يبارك في عمرك حبيبتي، كل سنه وانتي طيبه. وعايزه اقول الف مبروك للنادي الاهلي. حبيبتي الله يبارك في عمرك يا حبيبه قلبي. ممكن اسالك
سؤال لو سمحتي. اموري اتفضلي. عايزه طلعت بسكوت النشادر بس من غير بيض لو سمحتي. من غير بيض من عيني هنزلها لك حالا، عينيا الاثنين. بس دلوقتي لو سمحتي. من عيني حالا. ندى نزل لنا الاستاذه حنان طريقه البسكوت النشادر من غير بيض. شكرا ليكي يا حنان ولاتصالك ولمحبتك كمان. بصوا شايفين؟ ايه سبايدر؟ حاسس ايه انت؟ احساس جميل ان انت تخلص في وقت قليل صح؟ ها؟ السرعه اصل انجاز ست البيت دي انها تقف تعمل، ممكن دي تبقى على مراحل بس برضو والله الطريقه دي بتسهل كتير قوي يا جماعه. صح؟ واشيك؟ اه مش بتبهدل الدنيا كتير يعني. ماشي. عارفين زي ما بنعمل محشي البصل؟ مش احنا مسكنا البصل قبل كده حطيناه وعملنا كده من الجنب شق وبعدين قلنا ايه؟ اه دي ممكن تبقى وزه برضو. شايفين دي؟ ممكن تنفع دي، دي تتحشي بتبقى حلوه قوي. اهي. انا احطها في المخلل. موافق انت صح؟ شكلها بطه؟ معلش هي وزه عامله نفسها بطه. اه اهي الثانيه اهي. شايفين ازاي؟ دي بقى الايه؟ الورقات اللي احنا اتفقنا عليهم. شايفين بقى اسرع طريقه؟ اه دي وقعت معلش هنشيلها حالي. اسرع طريقه في التاريخ. طريقه طريقه سريعه جدا ما شاء الله، والورق مش بيتهري. اهم حاجه رشه الكمون الحب، عشان في ناس بتزود الكمون فبتبقى حرام ممرره معاهم. خلاص انا دي شايفين ازاي؟ خلاص دي تقريبا كده كلها على بعضها تمام. احطها بقى هنا، والورقات الصغننين دول انا هاخدهم في المخلل. هاخدهم في المخلل عشان يبقى مخلل سريع. خلاص الريحه طبعا جميله. وناخد مدام منال. اهلا وسهلا. صباح الفل. يا صباح الفل يا حبيبه قلبي. ايه المحشي اليوم النهارده جابيه كده ليه؟ الله يخليك يا حبيبه قلبي. هنعمل بقى مع بط كمان بقى ولا هنعمل معاه ايه؟ والله احنا عاملين فراخ مشويه النهارده، البط بقى نعمله مع الكشك الصعيدي عشان استاذ احمد جبناه له اخيرا الحمد لله. لا خلاص تحياتي للاستاذ احمد والاستاذه ندى. الله يخليك يا مدام منال، تسلمي وتعيشي يا رب. انا بعمل المحشي زي كده بالظبط، نفس السوري اللي انت سلقتيه دوت. ايوه. بعد ما بقورها كده برده بس انا بقلبها على وشها. اه طب انت شايفه بطلع ورقه ورقه كده زي ما شاء الله خمس دقايق. ما شاء الله تسلم ايديكي وعينيكي يا مدام منال. لا لا وانت برضه يعني بصي يعني من نادر لما نلاقي حد بيعمل الحاجات دي تشوفها. والله طرق زمان دي انا بعتز بيها وبعتز بامهاتنا وجداتنا. انا بقول لك انت بتسهل لنا الحاجات. الله يخليك يا حبيبتي. انت كنت فين من زمان عشان العيال الصغيرين دي تتعلم. يا حبيبتي ان شاء الله هيتعلموا هيبقوا زي الفل كلهم هيبقوا شاطرين. العظيم دلوقتي بيجيبوا الكرنبايه بيقطعها مربعات ويحطوها في الميه وما تطلعش منها حاجه. طبعا بس ده ما هو بصي هو طبعا في ناس بتقدم محتوى عايزه تعمل محتوى جديد للفت الانظار مش للمضمون. خلينا احنا نتكلم عن المضمون، خلينا نتكلم عن المضمون. احنا يعني يسعدنا ان احنا نكون بنقدم مضمون محترم وبيفيد بجد والله يا مدام منال. لا لا بس حبيبتي ايدك بجد الله والله يخليك. يعني انا كل يوم والله يعني يعني مش عارفه اقول لك ايه على شطارتك يا حبيبتي. ربنا يسعدك والله. تحياتي ليكي والله ولقناه الاهلي والف مبروك على فوز النادي الاهلي. يا حبيبتي الله يبارك في عمرك يا فندم، تسلمي وتعيشي يا رب، ما تحرمش من حضرتك ابدا. عايزه اسالك سؤال صغير كده. اموري اموري. بالنسبه للبساريه هو انا كل كيلو بساريه بحط له قد ايه ملح خشن؟ ملح خشن بصي هو على حسب، في ناس يعني ممكن تاخد مثلا ايه الكيلو مش هيبقى كتير، انا اعتقد ممكن نص كوبايه او لكوبايه خشن يا شيطان. خشن يعني خشن هيبقى كوبايه. طب خلاص وممكن تزودي بس لازم شويه شطه. اه ما انا بحط شطه وبحط بابريكا كمان. ممكن تحطي كوبايه خشن كبيره، كوبايه شاي. بس خلاص. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، هو اول ما بيبدا يدوب اصابعه يدوب ببطء فهو هيديك الطعم. هو اولا في ميزه مش هيهريه وهياخد اللي هو عايزه وهتبقي انت حاطه كميه كافيه، اصل الكيلو مش كتير يا مدام منال. ايوه ايوه خلاص ماشي. ماشي حبيبه قلبي تسلمي لي تسلمي لي، نورتيني وشرفتيني. بصوا الورق اهو. تعالوا بقى نعمل الايه؟ الحشو. طبعا على حسب كل واحد بيحب يعني مثلا اهي الورقه. بصوا طبعا العناقيد دي او العيدان دي انا مش هرميها، انا هاخدها عشان اعمل بيها الايه؟ المخلل. خلاص؟ بصوا تعالوا ننزل مقادير بسكوت النشادر من غير بيض اهو. بصوا ازاي وما تبقاش مهريه. هنقسمها كده، ناخد بقى كده بنعملهم احنا بقى مع بعض كده او بالسكينه زي ما حضراتكم تحبوا. ونبدا بقى ايه بنجهز الورقات دي مع بعض كده، ما بتاخدش وقت خالص. ونبدا نعمل الحشو دلوقتي مع بعض.
تعالوا بقى ناخد المقادير. عندي كيلو دقيق عليه ربع كيلو سكر بودرة يا مدام حنان، ولو عايزاه بعصير برتقال ماشي، مفيش هتحطي مكانها عصير كوباية لبن، إذا هو نشادر هيبقى لبن. وعندي كوباية من السمنة البلدي، وعندي نص كوباية زيت، وعندنا معلقتين، لا هي هتبقى ممسوحين يعني المعالق مش كبيرة هرمية، هتبقى ممسوحة ممسوحة نشادر. ولو حبيتي تحطي بشر برتقال ده اختياري، معلقة صغيرة قوي من بتاعة الشاي بيكنج باودر. دي مقاديره ان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. بصوا احنا عملنا اهو كام ورقة، اخد واحدة كمان عشان نكمل بيها الحشو بتاعنا اهو. بصوا بتنيها كده عشان اخد الايه التربيعة دي اللي هي تبقى مربع كده، ده ممكن يجي على ثلاثة مثلا اهو، وده كمان اهو. عايزه اقول لكم هو مليان جدا بالبروتين، بيمد الجسم البروتين، وفي نسبه حديد، وفي فيتامين كي وفيتامين سي بكميه كويسه جدا. تعالوا بقى يحسن جدا من الجهاز الهضمي. بصوا بقى هنعمل الخلطه. في ناس تحب تعمل الخلطه على النار شويه، انا يمكن هسبك بس لانه بحبه يبقى ليه لون كده. خليني كده اخد شويه هنا احطهم هوريكم بس التشويحه. انا عملته قبل كده على فكره، لو بحثتوا هتلاقيني عملت لكم الكرنب الصحي بالطريقه الصحيه، وعملنا الكرنب بكذا طريقه، وعملناه نباتي للناس الفيجيتيريان، عملناه كمان من غير رز، عملناه بخضره، بس في اصناف كتير عملتها للكرنب. فانا هعمله دلوقتي بطريقه يعني ايه شويه تدي طعم حلو. اضربوا مع الطماطم في الخلاط ممكن اتنين كده توميه، اهم حاجه بس بعد ما تصفوا الطماطم علشان تبقى تدي طعم حلو زي ما عملنا قبل كده لو تفتكروا في القلقاس اللي بالخضره. هاخد كده شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقه سمنه، وما تنسوش معلقه السمنه البلدي في الاخر، دي اهم حاجه اما نيجي نسقي الكرنب بتاعنا. هاخد كده معلقه اهو، والبصل بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل كده عملناه ني في ني للناس اللي مش بتقدر على الدهون، وبزيت الزيتون فقط. كل ده متاح، كل ده ممكن، وهتاكلوه وهتستمتعوا بيه، طعمه كان روعه والله. عندي هنا بسم الله، احنا هنا في فين التوم يا حبايبي؟ عايزه فصين توم، مش فرمنهم، ممكن افرمهم انا، ماشي خليني افرم دول كده كده، دول فصين توم. هقلب هنا الاول البصلايه، احط معاها رشه ملح رشه فلفل، ونقلب. كده معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل عليكي حبيبه قلبي. اللي فعلا انا هعمله يعني هجيبها واعملها. يا روح قلبي يا روح قلبي، تسلم ايديكي مقدما. تسلم ايدك يا حبيبتي. انا عارفه ان في صيام. نعم يا في صيام ليكم صح؟ ثلاث ايام. ايوه كل سنه وانتم طيبين يا حبيبي. طيبه فنادق، هنعمل مسقعه بكره، هنعمل محشي. الله. بعده بقى نشوف نعمل ايه. يا حبيبتي على خير ان شاء الله، دايما عامر. الله يخليك يا حبيبتي، ميرسي، وتسلم معلوماتك الجميله. يا روح قلبي. يا روح قلبي تسلمي. وعايزه بس ممكن اعيد على ام اسلام كان عيد ميلادها امبارح. يا روحي طبعا طبعا. كل سنه وهي طيبه، ونيفين يوم الاربعاء. على خير يا رب، عقبال مليون سنه يا نيفين، كل سنه وانتي طيبه وسعيده يا رب. طيبه يا حبيبتي، كلهم طيبين. امين. وانتي طيبه، وعايزه بس ابارك للاهلي، وان شاء الله نفرح يوم الاربعاء باذن الله. يا حبيبه قلبي باذن الله ان شاء الله. يا حبيبتي وتسلم ايديكي، عايزين الفسيخ بقى من عينينا بس كده. حاضر. تأمري يا مدام سميره، شرفتينا ونورتينا، واسمحوا لي ابعت تحيه لمدام سوريا في استراليا عشان هي كتير بتحاول تتواصل معايا وتكلمني بس مش بتعرف، فده من سوء حظي، لكن ببعت لك كل التحيه والحب من هنا لحد استراليا يا مدام سوريا. تشويحه حلوه. تعالوا بقى، عايزه اخد معايا هنا التوابل الاول. بسم الله، شويه بهارات
محشي او البهارات السبع بهارات، رشه كمون، وهنحط رشه شطه هشطها لكم ما تخافوش كده. بصله لما بتتبل تتبيله حلوه في الاول بتدي معلقه صغيره كزبره جافه، وهاخد معلقه شطه صغننه، وهحط عصير الطماطم الاول. ما بحطش الخضره في الاول خالص، بسم الله متصفيه، الناس اللي بتتعب من القشور بتاعه الطماطم. نصفي الطماطم يا جماعه، ماشي الكلام كده. وهحط معاها الصلصه، بسم الله، شويه حلوين. انا مسايبه شويه للصلصه دي علشان هحط مع الميه او الشوربه او المرق معلقه كده من الهريسه. نعمل كده، حاضر، بس ادوني ايه دقيقه، هحط مكعب من المرق، مرق خضار عادي مفيش اي مشكله خالص. بصوا اللون جميل جدا جدا، ولسه هدعم بعد ما احط الرز والخضره، هدعم تاني بمكونات. يعني انا عندي قسمت التوابل على مرحلتين، مرحله مع البصل ومرحله تانيه هحطه مع الخضره والرز فتتطعم، واخر معلقه كده سمنه مذابه او زيت، وهنشوف هنعمل فيه ايه. انا هسيبه بقى هنا كده جنب حضراتكم، ايه زي ما بيقولوا يسبك حبه صغيرين كده، نغطي عليه، وهجهز انا للقاعده بتاعه الحله. هفترض مثلا ان انا عندي ايه حله صغنونه كده، بسم الله، هي الحلل هنا ولا هنا؟ هنا تقريبا. اوكي ممكن اخد دي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحله دي هحط كده شرايح من البصل والطماطم، وهحط ورقه من الورق الاخضر بتاع الكروم كقاعده، وفي ناس وهحط واحده على الوش برضو. اهو بصوا كده اهي هنا، شايفين ازاي؟ خلاص. وهاخد ورقه من الاخضر القمر ده، بسم الله، وهحطها تحت. دي اللي بتبقى على الوش لما بنيجي، ايوه كده، وهبدا احشي فوقها، هي اللي هتبقى بيتحط عليها. طبعا في القاعده اسمحوا لي بس احط نقطه واحده، نقطه زيت بس كده. هسيبه بقى وهبدا احشي عليها بس. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا احنا صلصلناها شويه، مش عايزينها تبقى كتيره قوي، مش عايزاه يحمل انه لسه هي يستوي على النار، بسم الله. طبعا الصوص ده ما تحطوش في خلطه، يعني ليه؟ عشان لما الخلطه بتتشال في الفريزر بتتكسر، ما بيبقاش طعمها حلو. هحط فيها الرز، واعرفوا ان الرز مش بالضروره يكون الصلصه، هنحط خضره وهتداري دلوقتي وهتتشرب الصلصه دي. كزبره بحب اكتر شويه، الكزبره بتاعته، شويه شبت، شويه من البقدونس. خلينا نقلب الاول، بسم الله. عايزه اقول لكم الكزبره دي رائعه، الناس اللي عندها قلق بقى، في ناس بتغليها وبتشربها زي النعناع. عايزه اقول لكم مهمه جدا للذاكره، يعني بتعزز الذاكره جدا. بصوا هنحط بقى نقطه كده شطشوطه، نقطه كمون، وبحب اسيبه كده شويه. بعد ما بسيبه في كده بتحسوا ان الرز خد السخونه ونفش عشان ما يبقاش ناشف قوي جوه، فاهمين قصدي؟ تحسوا ان الرز كده ايه، يعني في جوسي كده، ما هوش. دي معلقه كزبره جافه ورشه البهارات. انا حطيت في الصوص مرق، فخليني كده ايه رشه فلفل صغنونه ورشه ملح، وهنقلب بقى تقليبه حلوه. معانا مدام بوسينه، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مدام، ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. بخير والله الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. عاملين محشي كرنب النهارده يا مدام بوسينه. كل عام وانت بخير. وانت بالف صحه وسلامه يا رب. انا عايزه اعرف بتعملي ازاي يعني كده.
بعمله ازاي؟ ما انا شغاله فيه، انت مش شايفانا؟ شايفاك اهو. طيب عايزه انزل لك المقادير تاني واقول لك انا سلقت الكرومبا ازاي. من عيني من عيني مدام بوسعينه. حاضر، هنزل لحضرتك المقادير حالا. تسلمي لي يا رب. بصوا بقى، شايفين الصوص جميل ازاي؟ روعه. تعالوا بقى نزل المقادير تاني لمدام بوسعينه بعد اذنك يا نودي. هاخد بقى انا طبعا لو عندي ورقات خضر زي ما حضراتكم شايفين، حط كده شويه كده هنا بالطول، وهبدا هعمل كده. دول بيبقوا تحت دايما، يعني دول دايما بيبقوا في الحله من تحت. الاخضر دايما ببدا بيه تحت. انا عايزه اطفي العين دي عشان مضايقاني قوي. ايوه خلاص، انا بغلي هنا شوربه. عندي مرق بقى فراخ، مرق بط، مرق لحمه، اللي موجود عند حضراتكم. بصوا بعمل كده، لو انتم مش عايزين تاخدوها للاخر ممكن تتفصل دي اهي، وهنحط هنا الرصه اللي تحت. اهم حاجه عشان لما تيجوا تقلبوه ما تبقاش رصه. انا هكمل بقى في الحله اللي فيها ابيض فوق، عشان انا دخلت على الابيض دلوقتي اهو كده. تقفلوها جنب بعض ويبقى مظبوط جدا في الرص بتاعه، علشان ايه؟ يطلع معانا بشكل كويس. في ناس بتحب تقلبه بالحله كده على طول على الطبق التقديم ويتاكل سخن مولع. معانا حبيبة قلبي أم إسلام. يا صباح الفل. صباح الخير يا حبيبة قلبي. حبيبة قلبي كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. وانتي طيبة يا حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك أبدا حبيبتي. ولا منك والله، ولا منك يا روح قلبي. ربنا يخليك يا حبيبتي وما يحرمني منك أبدا. أمين. كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. ربنا يسعدك يا رب. حبيبتي خلق يا رب. إحنا وانتي يا رب. إحنا وانتي يا روح قلبي. انا مستنيه الحله دي النهارده. حاضر عيني، بس كده انا. انت النهارده كسلانه ومش هتعملي اكل، وانا هبعت لك اكل. حاضر. لا بجد والله. حاضر. فعلا مش عامله حاجه. يا حياه قلبي، يا حياه قلبي، ابعت لك فورا حالا. هنشحنها حالا. ربنا يسعدك يا رب. حبيبه انا قلبي. وصف على اللي هياكلها يا رب. الله يهنيك يا نور. هو فعلا احلى حاجه في الجو اللي احنا فيه ده. الجو المتغير ده اللي شويه برد وشويه حر. ان شاء الله. فعلا تسلم ايديكي والله. تسلمي يا روح قلبي. بجد تسلمي والله، ورفقتها جميله. ربنا يسعدك يا رب يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي تسلمي لي. كل سنه وانت طيبه عبال مليون سنه في صحه وسعاده يا رب وراحه بال يا ام اسلام. يا حبيبتي، وعايزه من خلال برنامجك اقول لمدام سميره كل سنه وانت طيبه. حبيبتي عيد ميلادها النهارده. والله العظيم كل سنه وانت طيبه يا مدام سميره. كده ضحكتي علينا. ربنا يديها العمر يا رب. امين. برضه بنتها يوم 8 يا ربنا يخليها يا رب. امين. كل سنه وهي طيبه. وهي طيبه وبصحه وعافيه يا رب، هي وبنوتتها وعيلتها كلها. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، ما نحرمش منك ابدا. ولا منكم ابدا يا حبيبه قلبي، ولا منكم. في حفظ الله يا ام اسلام. في حفظ الله، نورتينا وشرفتينا. بصوا دول ورقتين رفيعين حطيتهم جنب بعض كده، مفيش مانع ان احنا نوصلهم. يعني هنعمل فيهم ايه؟ هنرميهم اهم، وهنعمل بيهم صباع محشي عادي جدا. اهو عايزين ننزل المقادير يا ندى علشان اصدقائنا. هنقول احنا سلقنا الكرومبا، سخنا حله فيها ميه، حطينا كمون حب. وليه كمون حب؟ قلنا عشان الكمون الباودر ما يمررش معانا، تمام. وبعدين حطينا الكرومبا، شلنا الجزء اللي فوق ده من الكرومبا ككرومبا كامله. انا ما قطعتش ورقها. احنا طبعا في ناس بتحب تقطع الورق، يعني ايه، تعملوا واحده واحده. ندى النهارده كانت مستغربه ازاي احنا هنعمل الكرومبا وهي تبقى ورق كده، يعني ازاي مش هنعملها ورقه ورقه. فهي طريقه سهله شويه، لان انا عارفه ان ده بياخد وقت من حضراتكم. في ستات كتير وان شاء الله هتظبط معاكم، ما تخافوش والله. الطريقه دي لو جربتوها لاول مره هتظبط مع حضراتكم جدا جدا. بناخد الطويل ده كده في الحروف، ساعات بتبقى كده، ما بحبش اقصرها اهو. بصوا شويه، تحسوا كده الخلطه جوه جميله. طبعا انا بحب الكزبره قوي في المحشي، والكزبره كمان الخضره بتبقى رائعه، يعني طعمها بيبقى جميل. معانا حليمه من البحر الاحمر. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا حبيبه قلبي، اتفضلي. منوره الشاشه والله. الله يبارك فيكي، تحيه ليكي ولكل ساحل البحر الاحمر كله.
ربنا يخليك يا رب. حبيبتي انا مره اكلمك. يا روحي ده شرف ليا والله، مكالماتكم دي تساعدني فوق راسي من فوق. ربنا يخليكي. لو سمحت عايزه تجيب تورته بس تكون سهله، يعني كيكه اسفنجيه تكون سهله. طريقه معلش ايه تاني؟ كيكه اسفنجيه. كيكه اسفنجيه عيني، هنزل لك مقادير جميله جدا وسهله، بس عايزه تتضرب كويس. يعني خمس بيضات هقول لك حالا مقاديرها من عيني. من عيني يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. خليني كده اخد اقطع نزي. حاضر ندى قالت لي حاضر على طول. بصوا بقى، طبعا احنا بنبقى مقطعين الكميه كلها، بس انا عايزه اعمل الرصه بقى كلها اللي فوق دي تبقى ايه جاهزه كده. هقول لكم بقى انا مجهزه المرق هنعمل فيه ايه دلوقتي. يلا يا نودي طلعي لنا الايه. ايوه ماشي حبيبي كده. وهنعمل فرخيه كده سريعه برضو جميله ان شاء الله تبقى سهله معانا. ليه بقول لحضراتكم احتفظوا بالصوص لوحده؟ عشان لما تيجوا تبقوا عايزين تعملوا محشي ما تبقوش حطيتوا خلطه المحشي في الفريزر فتتكسر، الرز بيتكسر ويضايقكم لما تيجوا تحشوه. فالافضل نحتفظ بالصوص بتاعه، وده مجرد ما نطلعها هتسخن على النار. احنا مش محتاجين غير ان احنا نضيف بس شويه الرز الفريش بتوعنا اللي احنا لسه يعني مظبطينه مع شويه الخضره اللي مقطعينها، وزي الفل هيبقى عندي خلطه محشي ممتازه. بما ان الجزء الاول من الصلصه او الصوص بتاعها اتعمل وتمام اهو كده، وانا باخد العروق دي عشان الايه، انا قلت لحضراتكم هنعمل بيها شويه مخلل كده لطيف. احنا على فكره طلعنا من المخلل بتاعنا اللي كنا عاملينه قبل كده، المشكل اللي فيه القرنبيط والحاجات اللي حضراتكم شفتوها دي، عملنا منه طبق كده عشان تشوفوه معانا. وطبعا بيبقى جميل وسريع، ما اخدش وقت كتير، بيفضل مقرمش. احنا عملناه سريع علشان اصدقائنا اللي بيحبوا المخللات المشكله، كان فيه القرنبيط وكان فيه الجزر وكان فيه اللفت، كان فيه مجموعه حاجات حلوه كده. فاتمنى يا رب انه كان يعني ايه ينول اعجابكم بجانب المخللات الايه اللي احنا عملناها قبل كده كده اهو. وهبدا بقى المحشي بقى، هنسقي المحشي بقى. مهم قوي موضوع سقي المحشي ده. ليه بقى؟ لان في ناس تقول لك ايه، انا بسقي زياده بيعجن مني، مش عارفه بيحصل فيه ايه. طيب احنا عموما نتفق اتفاق ان المحشي الورق العنب او المحشي الكروم احنا ما بنسقيش اكتر من مستوى المحشي، يعني ما بنطلعش فوق مستوى المحشي خالص في المرق اللي احنا بنسقي بيه خالص، وده علشان يبقى مستوي ومظبوط معانا وما يعجنش مننا الايه المحشي بتاعنا. وناخد ام هشام. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي، واحنا متشكرين على الحاجات اللي بتعمليها دي. الله يسعد قلبك يا فندم. والله المحشي جميل جميل، اللهم صل على النبي. علي افضل الصلاه والسلام. والله يا رب يخليك ويبارك في ايديك وفي عينيكي. امين يا حبيبتي. اولادك في كله. يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك يا فندم. عايزه من خلالك ابارك للنادي الاهلي. اتفضلي على عرسنا من فوق يا فندم. الف الف مبروك وعقبال الله. يا ان شاء الله اللي هيلعبوه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ربي يكرمك يا كابتن يا خطيب. امين ويشيك. امين ويخليكي لينا يا رب. امين يا رب يبارك في عمرك يا فندم. كده جدا يا مدام عظيم. يا فندم شرفتينا ونورتينا، جزاكي الله كل خير واسعد الله كل ايامك وايام اسرتك يا فندم. شكرا لحضرتك يا ام هشام. طيب بصوا بقى انا خلاص بقفل اهو الرصه اللي فوق. بصوا بقى اللون بيبقى جميل ازاي. حاضر الكرنب الملفوف، بصوا الجمال بين بصوا بقى الكرنب العادي اللي احنا بنحشي بيه ده في فرق طبعا بينه وبين الكرنب بتاع السلطه، لكن الملفوف اللي هما بيقولوا عليه الملفوف يعني ده بيستخدم في السلطات اكتر حاجه، زي الايه زي الخس الكابوتشي، وفي منه احمر وفي منه ابيض، هتلاقوا منه حاجات الوانات كتير بيبقى فيه شبه منه، لكن التاني هتلاقوه مدور وهتلاقوا عروقه اقوى. في ناس بتحب ساعات تحشي بس ما بيبقاش احلى حاجه في الحشو زي الكرنب بتاعنا احنا البلدي ده، في السلطات بيبقى اجمل. فانا هحشي اخر واحده الحمد لله. الورق لما يبقى متقطع جمعوه فوق بعض حطوه بالطول بالعرض اتنوا جنب. ايوه يا دودي
عقبال ايه؟ يا رب. ام اسلام بتقول عقبال اللي هيلعبون، والله ام هشام بتقول كمان عقبال اللي هيلعبون ان شاء الله الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. حبيبه قلبي ان شاء الله باذن الله. وتحياتنا لكل اصدقائنا اللي بيشوفونا. بصوا بقى انا ايه هنزل دول كده، وتعالوا بقى نحط هنسقيه بايه بقى، هوريكم مستوى الايه المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكيكه الاسفنجيه تنزل حالا اللي فيها خمس بيضات يا نودي. بصوا ادي الحل، انا عندي هنا شوربه مش كتير، ونقول مثلا كوبايتين شوربه مثلا. خلاص هاخد معلقه صلصه، ممكن ايه معلقه صلصه. خلاص اهي شايفين هنا ازاي، او عصير طماطم اهي معانا، كوبايتين دقيق، خمس بيضات. احنا بنفصل الصفاره عن البياض، هنضرب البياض مع ذره ملح ويكون البوله جافه عشان يوصل للمارينج الناشف الحلو. وهناخد نص كوب لبن، كوبايه سكر ابيض، ربع كوبايه زيت ذره، معلقه فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه ملح. المارينج يبقى لوحده، بنبدا نخلطه اخر حاجه بعد ما بنعمل خليط الكيك كله، بنضيفه واحده واحده مع التقليب الخفيف ان شاء الله يبقى كده. في عند مستلزمات الحلواني بيتباع اسبونج جاهز تقدري تجيبيه، بتضيفي عليه بس نسبه البيض، الاربع بيضات اللي بتحطيهم، مع في بيبقى معاه كده جل مثبت او جل خاص بيه بيثبت الاسبونج، يخليكي يطلع لك الاسبونج عالي وجميل ومفيش فكره انه يبوظ خالص. وتقدري برضه تضيفيه مع الكيكه الاسفنجيه بتاعتنا دي، مفيش مشكله حتى لو هتعمليها في البيت. بصوا انا حطيت شويه صلصه، معلقه السمنه البلدي اللي لابد منها في الكرنب اهي، وطبعا رشه بهارات، رشه كزبره، رشه كمون، ونقلب بقى الخليط ده اهو. بسم الله السمنه كده تسيح، وتعالوا نسقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شايفين ازاي اهو، بس خلاص اهو شفتوا المستوى بتاع الشوربه اهو، هو ده ماشي الكلام. دلوقتي بقى هناخدها على النار، انا عندي هنا نار عاليه. خلاص احنا كده عرفنا ان الصلصه بتاعه المحشي هنشيلها لوحدها في الفريزر، مش هحط معاها الرز وبقيه المكونات عشان ما يتكسرش، ويبقى لو قعد فتره طويله طب حاجه تعملوه في اي وقت يبقى روعه. هنحط هنا على النار اول حاجه نار عاليه، اول حاجه بتحط عليها المحشي بتبقى نار عاليه. امسح بس حوالين الايه الحله كده، وتعالوا نعمل العروق. بصوا بقى هاخد الغطا، غطا الحله اهو اهو، وهنسيبها كده على النار. اول ما يغلي ههدي النار واعمل كاني بعمل رز، بسوي رز عادي ولا اي حاجه خالص، لحد ما يبدا ايه يديني تحسوه كده بدا خلاص الرز يستوي، لان كده كده احنا الكرنب تمام. تعالوا